عناصر فريق الميلان. روتينا في وسط الميدان يلعب كرة ممتازة في العمق مع رفيقه. في خطأ، في خطأ يقول حكم المباراة. صالح ديلا روكا، فرانشيسكو ديلا روكا يستفيد من خطأ، صفر له حكم المباراة. تدخل كان خشن. تلعب الكرة صعبة لصالح فريق سيينا والتوزيع في القائمة الثانية. هدف أول لفريق سيينا يفعلها، هدف مباغت في غفلة من دفاع فريق الميلان الذي لم ينتبه جيدا للخلف عندما جاء المدافع كلاوديو تيرزي وافتتح مجال التسجيل لصالح فريق سيينا. تيرزي وسيينا متفوق على الميلان بهدف مقابل صفر، وفيورنتينا لحد الآن هو صاحب المركز الثالث وهو المتأهل إلى دوري الأبطال العام المقبل. وحده خلف المدافعين، خطأ في المراقبة فادح وواضح من دفاع فريق الميلان، لم يقدر أن يفعل شيئا كريستيان بياتي في هذه الكرة التي باغتته لأن اللاعب كان قريب منه. لا، فيش وضعية تسلل تماما عند التمريرة هنا، لم تكن هناك وضعية. كونستان دو تشيليو، كونستان مرة ثانية يرجع لدو تشيليو بيسرى، يرفع الكرة في القائمة الثانية وضرب الجزاء يتفرع الحكم. نعم، ضرب الجزاء هدية يتفرع حكم المباراة لماريو بالوتيلي. ضرب الجزاء لماريو بالوتيلي هدية في التسع دقائق الأخيرة من عمر المباراة. لا 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 لا، ماريو بيرغونزي حكم المباراة يمنح ضرب الجزاء لماريو بالوتيلي. ذكي جدا ماريو بالوتيلي هنا. تردد شوية بيرغونزي قبل ما يصفر ضرب الجزاء. فيليبي عبر احتجاجه بطريقته، الحكم طرده، الحكم طرد البرازيلي فيليبي. لا 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 لا، ويصبح الميلان يلعب ب يصبح سيينا يلعب بتسع لاعبين. ماريو بالوتيلي ضربة الجزاء. لو تضيعها يا ماريو، لو تضيعها يا ماريو، لو تضيعها يا بالوتيلي ضربة الجزاء هذه. يفقد تركيزه، حكم يطلب من اللاعب فيليبي مغادرة أرضية الميدان. خرج له البطاقة الحمراء. ماريو بالوتيلي مركز كيفية كبيرة جدا أمام الحارس جيان لوكا بيغولو. فرصة ثمينة للميلان للعودة في المباراة قبل سبع دقائق من نهايتها. ماريو بالوتيلي مركز كثيرا مع الكرة ومع الحارس، هل سيسجل أم أن هموم الميلان ستزداد؟ هل سيسجل أمام هموم الميلان ستزداد؟ ماريو بالوتيلي يسجل براوة. ماريو بالوتيلي يسجل هدفه الثاني عشر هذا الموسم. لبي يحرك ساكنا جالياني لأن الأمر لم ينتهي بعد، والميلان لم يضمن المركز الثالث. ينقص هدف واحد فريق الميلان لضمان المركز الثالث المؤهل للدور التمهيدي لدور الأبطال. عشر لاعبين أمام تسعة بعد طرد لاعبين اثنين، تيليتزي وفيليبي من جانب نادي سيينا. هل طرد فيليبي ام ماذا؟ لا لا لا، طرد واحد من اللاعبين الاحتياطيين اعتقد. ماريو بالوتيلي يطلب من الحكم انه يلعب لانه الوقت لم يبقى، ولا يمكن يحتسب سبعه او ثمان دقائق، اذا احتسب يحتسب اربعه او خمسه اقصى شيء. والله صوره لجالياني معبرة فعلا عن وضعية الميلان هذا الموسم ووضعية الميلان في مباراة اليوم. تلقى من هناك على الجهة اليسرى التغطية من مونتوليفو، وفي خطأ يقول حكم المباراة لصالح ديلا روكا. كان سما قاتلا اليوم بالنسبة للاعبي فريق الميلان
اللاعب فرانشيسكو دولا روكا. هدف مقابل هدف، 12 هدف لبالوتيلي في 13 مباراة منذ شهر يناير. فيورنتينا متفوق بخمس أهداف مقابل هدف واحد على بيشكارا. الآن في المركز الثالث فيورنتينا مع الميلان. فيورنتينا هو الأفضل لأنه فاز في لقاء الذهاب وتعادل في السانسيرو أمام الميلان. كرة لديتشيليو، لا لا لا، لمن هذه الكرة يا ديتشيليو؟ وصلت مباشرة لروبينيو، روبينيو نال منه التعب، منال فازينا لم يتمكن منها، تروح لمونتوليفو، مونتوليفو يراوغ، مونتوليفو يطلب على كونستو عن جهة اليسرى، كرة صعبة لصالح الميلان وفي خطأ. نعم كرة صعبة لصالح الميلان وفي خطأ وبطاقة صفراء. حكم يقول الكرة تنفذ من مكان وقوعها بعد أن أخرج البطاقة الصفراء لروبرتو فيتيولو. اعتراض واضح هنا من أمام كونستان. لو يكون المنقذ اليوم ماريو بالوتيلي بتسجيله لهدف ثاني. مونتوليفو بتنفيذ هذه المخالفة لصالح الميلانيين. فقط أربع دقائق قبل نهاية الوقت الرسمي، الحكم سيحتسب مثلها، أربع دقائق أو خمسة. مكسيس في القائمة الثانية، الكرة تلعب على الجهة اليسرى ناحية ستيفان الشعراوي، الشعراوي يرجع لمونتوليفو، مونتوليفو متسلل متسلل، لا 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 هدف، جول، لا جول هدف. فيليب مكسيس الذي كاد يخرج، لا 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 لا، جالياني جالياني إذا لم يتوقف قلبه اليوم لن يتوقف إلى أن يحين أجله. جالياني إذا لم يتوقف قلبه اليوم بسبب كرة القدم والميلان لن يتوقف إلى أن يحين أجله. مكسيس هذا الذي كاد يخرج وكاد يخرجه ماسيميليانو أليغري، خلاه في اللحظات الأخيرة وهو يسجل هدف الثاني. الميلان عنده سبع أرواح يعود من بعيد، هل كانت هناك وضعية تسلل أم لا؟ هل كانت هناك وضعية؟ اي 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 اي، رجعت الكرة لمكسيس، وسجل هدفا ثانيا قاتلا. عاد من بعيد الميلان يا مكسيس، استلم الكرة بصدر وضربها برجله اليمنى ثم اليمنى مرة ثانية. اي 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 اي، هدف ثاني من فيليب مكسيس. الميلان لن يموت، الميلان يبقى ثابت ويبقى في المركز الثالث الآن. محنة كبيرة بالنسبة لفيورنتينا اللي كان يعتقد منذ دقيقتين بأنه أضمن المركز الثالث، ها هو الميلان يعود ويسجل هدفين في دقيقتين ويصبح متفوق بهدفين مقابل هدف واحد، ولكن التحكيم سيقال عنه كلام كثير غدا في وسائل الإعلام. التحكيم من ماريو